البرنامج اللي انا تحدثت فيه مع سيادتك، نعم ولقيت انه كان فعلا يعني ليا حق ان انا انظر الامور بقدر صحيح كبير من القلق يعني ولحد التشاؤم احيانا، نعم لان حضرتك احنا لما كنا موجودين كان في خلاف ما بين المكون المدني والمكون العسكري. صحيح دلوقتي اصبح في خلاف داخل المكون العسكري، وده شيء خطير جدا، بينظر يعني اشياء كثيره هتكون يمكن غير محسوبه، بل بالعكس هيخلخل قبضة الدولة على العقلين كلها. شفت النهارده سيادتك في دارفور حصل قتلى يمكن أكثر من القتلى اللي صحيح تمت ما بين الدعم السريع وقوات الجيش. صحيح صحيح فإذا احنا أمام لحظة حقيقة فارقة في تاريخ السودان، أمام فترة قد تنذر فعلا ب يعني موجة من الاضطرابات وموجة من التقاتل والتناحر. وفي نفس الوقت أنا بشوف إنه المجتمع الدولي دلوقتي بيبقى سعيد جدا ب 72 ساعة هدنة، وكأنه الموضوع هو يعني مركز في إعطاء الفرصة لإجلاء الرعاية والأجانب من الدولة السودانية، ثم تركها بعد كده بقى إن هي يعني تخوض مشاكلها مع بعضها البعض. نعم وخاصة إن كان في عنوان في الأول خالص، وهو إن هذا الموضوع موضوع داخلي وإحنا مش هنتدخل فيه. ده دول كبيرة قالت الكلام ده زي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، ولكن نعم لما لقوا ان في يعني تفجر للاوضاع بداوا يسعوا الى الهدنه نعم لحمايه الاجانب واجلاء الرعايه من السودان. فاذا احنا امام وضع صعب جدا الحقيقه، وفي النهايه الوضع في ايد الاشقاء في السودان، مش في ايد اي احد ولا في ايد يعني اي اقتراحات من جانب اخر. انا كنت سمعت السفير حسام زكي بيتكلم، انا بشوف انه حتى فكره الحسم العسكري دي مضره جدا، لان دي معناها قتل من الطرفين عشان نصل الى فكره الحسم العسكري، وده احنا ما فيش حد يعني بيسعى الى هذا. وحتى الحسم العسكري انت هتموت 100,000 واحد من الطرفين عشان تصل الى حسم عسكري، ده كلام يعني عبثي زي ما هم السودانيين بيقولوا ان الحرب ديت فعلا حرب عبثيه ولا طائل منها، ومش هتحقق الاستقرار للسودان، بل بالعكس هتكون نقطة بداية في رأيي لمجموعة أخرى من التجاذبات والقلاقل والتناحر ما بين حتى القبائل وداخلها من بعضها البعض. ولكن الدعوة إلى حوارات، هل تعتقد أنها مجدية سواء جاءت من الإيجاد أو من أمم متحدة أو من أمريكا السعودية؟ مصطفى بيه حضرتك حوارات بعد بقى في دم، يعني انا اتمنى طبعا يكون في حوار، لكن اولا سقف المطالب للطرفين عالي جدا، يعني كل طلب كل يريد جانب أن ينحي بيطالب الطرف الثاني. بيطلب ان الطرف الثاني ما يبقاش موجود، فانت سقف نعم المطالب عالي جدا، فحوار هتصل فيه الى ايه؟ وهو نعم ده. وعشان كده انا بقول انه الفكره مش حكايه ان احنا نصل الى هدنه 72 ساعه، الفكره ان احنا نحط تصور لما بعد الهدنه دي هيكون في ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيكون موجود على الارض فيما بعد؟ مفيش حد عنده هذا التصور، ولا اي مؤسسه اقليميه ولا مؤسسه دوليه ولا اي من الدول الكبرى عندها هذا التصور حتى الان. اعتقد نعم حتى الاخوه في السودان ما عندهمش هذا التصور نعم للاسف. الموقف المصري سيادة السفير، الموقف والله انا المصري يعني وأبعاد الحقيقه هذا يعني الموقف. بعتقد ان هو موقف متزن تماما، موقف اعتقد ان هو بيحمي ابناء الجاليه المصريه وبيحمي الشعب السوداني، وبشوف ان هو فعلا موقف يعني ده يعني ما فيش خيار اخر الا هذا الموقف ان انت تسير عليه. مصر دوله ذات سياده ولها طبعا اهتمام كبير جدا بالاوضاع في السودان، وفي نفس الوقت لا ارى انه يعني اي ملجا او ملاذ امن للاخوه في السودان الا هي مصر، وده اللي حصل فعلا في المرحله الحاليه، وشفنا قد ايه تدفق الاخوه والاشقاء من السودان وبكرة بالرغم من مندوب من الصعب. البرهان سيصل إلى القاهرة غدا. بالظبط حضرتك، وده برضه حضرتك ده في نطاق انه مصر انت عارف في عندنا سياسه ثابته وهي الدوله الوطنيه. نعم يعني انت حضرتك شوف كده في الافق اللي حوالينا سواء في سوريا او في ليبيا او في اليمن او في السودان، هتلاقي ان مصر من الدول دائما الداعيه على رعايه الدوله الوطنيه نعم وتقويتها بحيث انها تكون تملك مقاليد السيطره على الاراضي لهذه الدوله كلها، بعيدا عن افكار التقسيم وشبح الحروب والتناحر. نعم شكرا لك السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق. طيب عندنا كمان وضع اقتصادي زي ما بتكلم سيادة السفير.